الفيديو ده مخصوص عشان جاد الجلاد، وده غالبا هيبقى اخر تحدي هعمله الصراحه، علشان ابقى واضح معاكم وصريح معاكم، رعد وام ام دي دونت ميكس. فبس انا هعمل الفيديو ده عشان جاد الجلاد، ما هو اتحداني وانا فان كبير فشخ في جاد الجلاد، فقشطه يعني فاهم. ماشي، جاد الجلاد عايز ينزل على البيت بتاع بي او بي اللي هو بتاع اوت كاست، اللي هو التيمبو بتاعه يعتبر غالبا اسرع من اي تيمبو بيت هيب هوب طبيعي، فهي تحدي تحدي يعني. بس قشطة، صباح الفل يعني، نجرب. ها دور على مهر، انا بقفل الدور وانا مسقط لحالة، والدكتور اللي شخص انا ده وحرق ده فضاء الاثنين سوا، حد تاني غيري بيعرف يعمل كده فين ده وتقدره، فبدات تكتروا حيواني في جيب من نفاره وكلام مش هفرق اي شلون بفطس وقدره، اللي كان يغدى بيا راح مدرسه بفطره، مين لسه ما خدش ده خدش مبادئ ما كانش ده اتكلم، لو ما كانش ده ساكت القفش ده لازم يفضل مريح يستريح في المراكب راكب ثقه والمرور في مكانه، وش واحد اظهر من امامه غمضة عين يقفل النور بالسطور دي في منامها، انا فاني مفيش انا تاني ماليش في الافيش، ما غنيش في الافلام دي كلامي في محله مش حله، مرفوض الاسلوب ده ومش عاجبه النهائي، ده اضحكوا في ثاني انا برضو اناني انا برضو عارفاني انا برضو كان عادي توترت اتأثرتوا عادي بخشكوا في افكاركم بركم بطلكم مش عايز افكركم، مين لسه ما فهمش انا مين قافل البدايه، بس في شباب ليكم بحتفل واداني مين فيه يا شباب، انا شيك انا تمي 30 مين لسه ما خدش سنين استنيتها ما جاتش نسيت، يا عيني حد لقيتي حد رميتي حد ما جاتش تجيش ايزي.